السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب في الصف الخامس الابتدائي. معكم الأستاذ محمد حمدي، معلمي اللغة العربية بابتدائية معالم التربية الأهلية. نستكمل معا ما قد بدأناه في الحلقات السابقة من حل أسئلة لدرس أنامل أضاءت طريق أصحابها. افتح معي عزيزي الطالب الصفحة رقم 123. افتح معي الصفحة رقم 123. يقول هنا في هذا السؤال: أعلل شفهيا ما يأتي. كلمة أعلل أكيد أنت رأيتها من قبل في مادة العلوم علل، أو في مادة الاجتماعيات يقول لك علل. ومعنى كلمة علل معناها أبين السبب، أبين السبب، أو بمعنى أصح لماذا، أبين السبب أو لماذا، هذه كلمة أعلل. طيب تعالوا معا نعلل. كما عرفنا أن المكفوفين كانوا يعانون معاناة صعبة بسبب فقدانهم للبصر، ولكن كيف كان الحل؟ كيف كان الحل؟ الحل هو أن برايل ابتكر طريقة جديدة للعميان، وهي رموز وحروف ناتئة أي بارزة مميزة بالأنامل. تتميز أن الأنامل تحفظها، أنامل هؤلاء المكفوفين تحفظ هذه النتوء أو هذه الأشياء البارزة في الورق، فيستطيعون القراءة بسهولة. هنا أبين السبب: صعوبة تعلم العميان قبل اختراع طريقة برايل. قبل أن يبتكر برايل هذه الطريقة، لماذا كان تعلم العميان صعب؟ ممتازين، لأن الحروف كانت كبيرة وكانت الكتب ثقيلة الوزن، وكانت أيضا الحروف كبيرة جدا وضخمة، فهذا سبب صعوبة تعلمهم. السؤال الثاني: أعلل يعني أبين السبب. تمكن الجنود الفرنسيين من قراءة الرسائل في الخنادق المظلمة، وكلمة الخنادق أي الحفر التي كانوا يختبئون بها، وكانت مظلمة حتى لا يعرف العدو مكانهم. كيف كانوا يقرؤون الرسائل؟ أحسنتم، باختراع ضابط فرنسي. هذا الضابط الفرنسي اخترع بعض الرموز، هذه الرموز يلمسونها بأيديهم فيستطيعون القراءة في الظلام. ممتازين، أعلل أيضا اهتمام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الكريم بطباعة المصحف وفق خط برايل. بين السبب: لماذا اهتم هذا المجمع، لماذا، بطباعة القرآن الكريم المكفوفين بطريقة برايل؟ نعم، ممتازين، اهتم هذا المجمع بطريقة برايل في طباعة المصحف لمساعدة من؟ لمساعدة المكفوفين وتسهيل قراءة المصحف عليهم. تعالوا إلى رقم 5: أقترح أكثر من عنوان للنص ونكتب العناوين المقترحة في المكان المخصص. تعالوا نؤلف معا عناوين غير العنوان الموجود في الدرس. العنوان الموجود في الدرس هو أنامل أضاءت طريق أصحابها. من منكم يأتي بعنوان جديد؟ نعم، عبقرية كفيف، أحسنتم. ماذا أيضا؟ عندما تقرأ الأصابع، أحسنتم، لأن المكفوفين يلمسون بأصابعهم فيستطيعون القراءة. ممتاز، كذلك قوة الإرادة طريق النجاح.
وآخر شيء برايل وخدمة المكفوفين. أحسنتم وبارك الله فيكم. في نفس الصفحة السؤال رقم 6: أحدث اختراع برايل تغييرا كبيرا في حياة المكفوفين. عندنا يا أبطال شيء اسمه حقيقة وشيء اسمه رأي، وكلمة حقيقة معناها أنه شيء يمكن إثباته بالدليل، شيء يمكن إثباته بالدليل. مثل ماذا؟ مثل عندما أقول الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، هل هناك أحد يختلف معي أن الرياض هي العاصمة؟ لا، ما في أحد يختلف معي، فهذه حقيقة. نقول مثلا السعودية تقع في قارة آسيا، نعم هذه حقيقة، لا أحد يختلف على ذلك، نعم ممتازين. أما الرأي يوضح حكمك الخاص، أنت مثلا تقول مدينة الدمام من أجمل المدن في المملكة العربية السعودية، هذا حكمك الخاص. ممكن أحد يختلف معك ويقول لا، أبها، مدينة أبها هي أجمل المدن في المملكة مثلا. تعالوا معا نأتي بجملة، هذه الجملة تكون حقيقة. مثل ماذا؟ نعم، مثل نجاح المكفوفين بقراءة الكتب المطبوعة بطريقة برايل، نعم هذه حقيقة أنهم فعلا ينجحون في قراءة الكتب بطريقة برايل، هذه حقيقة. طيب وما الرأي؟ نعم أحسنتم، طريقة برايل تجعل المكفوفين أكثر ثقة بأنفسهم. هذه من الآراء، ممكن أختلف معك في ذلك، فالرأي يوضح حكمك الخاص، أما الحقيقة يمكن إثباتها بدليل. اقلب الصفحة معي أيها الطالب العزيز. أحلل بعد قراءتي وفهمي للنص، أنصح كل من أحد الأشخاص الذين فقدوا بصرهم يشعر باليأس والأسى لفقدان بصره، ما النصيحة؟ نعم أنصحه بالرضا بقضاء الله تعالى والإصرار على التقدم للأمام. طيب أحد الأشخاص يجزع عند حلول مصيبة به، يجزع أي يضطرب ويقلق ويخاف ويتعصب، لا، عندما يحل عليه مصيبة فإننا ننصحه بماذا؟ نعم ننصحه بالصبر، وأذكره جزاء الصابرين. يقول الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي جزاء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. رقم 2: كيف يتصرف الكفيف إذا احتاج إلى مراجعة سورة من سور القرآن ولم يكن لديه المصحف المكتوب بخط برايل؟ ماذا يفعل؟ كيف يتصرف؟ نعم يستمع إلى الأشرطة، الأشرطة المسجلة، هذه سهلة، يراجع السورة عن طريق الاستماع إلى الشرائط المسجلة. طيب كيف يتصرف عندما يريد معرفة حوادث العالم اليومية؟ نعم يستمع إليها طبعا عن طريق الاستماع إلى نشرة الأخبار اليومية، ممتازين. طيب جاوب أنت، كيف يتصرف إذا احتاج إلى الاستزادة من معلومات في مجال الطب أو العلمي أو الديني؟ أحسنت، أسمعك، ممتاز وبارك الله فيك. شراء الكتب العلمية المكتوبة بطريقة برايل، ممتازين. والآن نحن في صفحة 125، في صفحة ماذا؟ 125، مع الأسلوب اللغوي. هنا عندنا في هذا الأسلوب هو التوكيد. التوكيد يعني أني أأتي في كلامي، أذكر في كلامي لفظا أو كلمة
أؤكد بها كلامي وأثبت فيها المعنى، تثبيت المعنى في نفس السامع. هذه الألفاظ هي كل وجميع. أي أني مثلا أقول حضر الطلاب وأريد أن أثبت هذا المعنى في ذهن السامع، ماذا أفعل؟ نعم أقول حضر الطلاب ماذا؟ كلهم. فكلمة كلهم تأكيدا وتوكيدا لما أقول، أو أقول مثلا نجح الطلاب جميعهم. نعم أتيت بكلمة جميعهم لأؤكد وأثبت المعنى في نفس السامع. وهناك بعض الملحوظات إن شاء الله سأتعرف عليها. أتعرف أسلوب التوكيد بكل وجميع، أستخدم كلمة كلهم أو كلها، جميعهم أو جميعها في كلامي. وطبعا هذه الألفاظ تستخدم لتأكيد الجمع، لتأكيد ماذا؟ أحسنتم، الجمع. وأستطيع إن شاء الله في آخر هذه الحلقة أن أصوغ عبارات على غرار النموذج المعطى، وأستخدم هذا الأسلوب في حياتي اليومية. عندك هنا التوكيد بكل وجميع، أصوغ على نفس المثال الأول مع ضبط أسلوب التوكيد. كيف يكون الضبط؟ سأذكر لك. أول مثال: يتصف المخترعون كلهم بقوة الإرادة. انظر، أكدت أن المخترعين كلهم يتصفون بماذا؟ بقوة الإرادة. نعم أتيت بكلمة أو بلفظة كلهم لأؤكد هذا المعنى في نفسك أنت، في ذهنك أنت. التوكيد بجميع: يتصف المخترعون جميعهم بقوة الإرادة. لفظتين، اللفظة الأولى كلهم، اللفظة الثانية جميعهم. هيا بنا، أنت الآن ستكتب معي الفراغات بدون ما أذكر لك أو قبلي. يلا مسابقة، اسبقني عزيز الطالب. تمتاز المخترعات المنزلية، فراغ، بسهولة الاستخدام. ماذا أقول؟ أحسنت، أسمعك. تمتاز المخترعات المنزلية كلها. وانتبه، إذا كان هناك ضمة على كلمة المخترعات آخرها ضمة، إذن ستكون كلمة كلها مضمومة، كل، وهذا يكون مع الضبط بالحركة، ضع ضمة على الحرف اللام، كل مع الشدة طبعا. طيب التوكيد بجميع، هيا أجب أنت، ممتاز. تمتاز المخترعات المنزلية، نعم، جميعها بسهولة الاستخدام. تعال للمثال الثالث: أشجار الحديقة، فراغ، مثمرة. أشجار الحديقة، أحسنت، كلهم أم كلها؟ أحسنت، كلها، ممتاز. والتي أمامها: أشجار الحديقة، نعم، جميعها. متى أقول جميعهم؟ لو كان جمعا مذكرا. ومتى أقول كلها أو جميعها؟ عندما يكون الجمع مؤنثا. أحسنتم، تعالوا يلا نجيب. هنا كلها في الفراغ. تعالوا نجيب ونألف جملة من ذهننا. كما ترون التلاميذ كلهم مجتهدون. طيب التي أمامها، نعم أحسنتم، التلاميذ جميعهم مجتهدون. كما ترون في الإجابة اكتب معي عزيز الطالب. السؤال الثاني: أضع في الفراغ مما يأتي الكلمة المناسبة، كلها أو جميعها. حفظت السورة، نعم أحسنتم، كلها. طيب غسلت الفواكه،
قبل إعداد مائدة الطعام. نعم، جميعها ممتازين. حفظت السورة كلها، غسلت الفواكه جميعها. رقم 3، أستخدم أسلوب التوكيد بكل وجميع أو جميع للتعبير عما يأتي. أولا، عندنا كراهية الأخلاق السيئة عند الناس. تعالوا نعكس كيف؟ نقول مثلا الأخلاق السيئة، ها نريد أن نأتي بجميع أو كل، ها نعم كلها مكروهة، ها أحسنتم، الأخلاق السيئة كلها مكروهة عند الناس. وكما تعلمنا، إذا كان هناك ضمة على كلمة الأخلاق نضع أيضا ضمة على اللام، أو نضع ضمة على جميعها على العين، وهذا يتأكد بالإعراب. كما تعرف أنت أن كلمة الأخلاق، نعم الأخلاق، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فالتوكيد يأخذ نفس الإعراب الذي قبله، فنقول كلها بالضمة. نعربه كيف؟ نقول عليه توكيد مرفوع وعلامة رفعه أيضا الضمة. ويجب علينا أن نأتي بالضمير. نأتي بماذا؟ بالضمير الهاء. الهاء هو ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، فيجب علينا أن نضيف الضمير لكلمة كل وجميع، يجب لازم مع التوكيد طبعا. تعالوا في المثال الثاني، براعة المهندسين في تصميم المبنى. ها تعالوا نعكس، نعم المهندسون، ماذا أحسنتم، كلهم، أو نقول مثلا جميعهم بارعون في تصميم المبنى. أحسنتم وبارك الله فيكم. تعالوا في المثال الأخير، جمال اللوحات الفنية في المعرض. تعالوا نعكس، نعم اللوحات الفنية، ها سنقول ماذا، كلها أو كلمة جميعها. لماذا نقول جميعها؟ لأنها جمعا، ها مؤنثا، ممتاز، لأنها جمع، ها مؤنث. اللوحات الفنية في المعرض كلها جميلة، ممتازين. تعالوا نؤكد ما تعلمناه قبل قليل. ما معنى التوكيد؟ هو لفظ يقصد به تثبيت المعنى في ذهن السامع. هذا اللفظ يقصد به تثبيت المعنى في ذهن السامع. طيب، ومن ألفاظ التوكيد طبعا نؤكد الجمع بكلمة كلها لجمع المؤنث، جميعها لجمع المؤنث، أو نقول كلهم لجمع المذكر وجميعهم لجمع المذكر. كذلك يجب علينا في التوكيد أن يكون هناك ضمير، هذا الضمير هو الهاء، الهاء كلها جميعها أو كلهم وجميعهم. لا ينبغي علينا أن نقول في التوكيد كل فقط أو جميع فقط، لا، يجب أن يكون هناك إضافة لكل وجميع نضيف عليها الضمير. وأركان التوكيد هو المؤكد الذي نريد توكيده ونؤكده، يعني 2، أحد ألفاظ التوكيد لكلهم وجميعهم، ثم الضمير الذي يتصل بكلمة كل وجميع. هنا عندنا إن شاء الله في آخر الحلقة واجب، هذا الواجب يجب عليك إن شاء الله وتصوره وترسله لي على الخاص. هذا الواجب وهو أن تكتب هذه الفقرة، الفقرة الثانية، أعيد كتابة الفقرة الثانية من النص في دفتري، وأراعي أن تكون الكتابة بخط جميل. ستقول لي بالحركات، لا أسهلها عليك، أكتبها أنت بخط جميل فقط هذه الفقرة. ومن هنا تنتهي هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.